معكم أحمد خلاف من قناة المحترف أكشن. النهاردة هنعرفك طريقة إظهار الكرة المساعدة اللي هي الكرة ديت اللي انت بتقدر تستخدمها في الموبايل لسهولة استخدام الموبايل ولها استخدامات كتير. هعرفك ازاي تظهرها على التليفون بطريقة سهلة وبسيطة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم من جديد ومعكم أحمد خلاف. كل اللي انت تعمله عشان تظهر الكرة المساعدة تمام، هتدخل للإعدادات، وبعد ما تدخل للإعدادات هتختار حاجة اسمها أدوات الراحة. هتضغط على أدوات الراحة تلاقي الخيارات دي طالعة قدامك، تختار كلمة الكرة المساعدة، تقدر تختار الخيار ده. بعد كده هتيجي عند الكرة المساعدة وتبدأ تفعل الخيار بتاعها تمام. هتظهر معاك الكرة المساعدة زي ما احنا شايفين كده ديت. حاليا تستخدمها ان انت لو ضغطت عليها كده ترجع للخيار اللي قبله تمام. طيب في حال ان انت عايز استخدامات اكتر ليها، هتضغط هنا قائمة الضغط. لو ضغطت عليها كده هتجيب لك الاختصارات اللي انت شايفها قدامك ديت. يعني مثلا لو انا ضغطت عليها هتبدأ تطلع لك الخيارات ديت اللي هي منها الرجوع للخلف او لقطة شاشة او يجيبك للقائمة الرئيسية او قفل التليفون او القائمة الرئيسية بتاع التليفون. وبكده تقدر تستخدم الامكانيات بتاع التليفون من خلال الكرة المساعدة ديت بطريقة سهلة وبسيطة. الاستفاد من حلقتنا النهاردة، منساش يضغط لنا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.